ادخل. حمزة يجي يا ماما. أنا آسف، أنا مش حمزة، أنا فارس أخو التوأم. فارس؟ والنبي لو كنت جندوفلي برضه أقول لك يا حمزة يا حمزة. وهي دي يفرق معها أسماء؟ والنبي لو كنت كهين هتتشعبط فيك بردك. معلش حمبوزي دي صعبة شوية، أنا كنت جاي بس عشان أعزيك. يعني إيه أنت مش هتقعد معايا؟ في يا بنت أنت ما تفهميش؟ ما قالك إن أخو مرحوم، في إيه؟ معلش بالراحة عليها شوية، شكلها تعبان. شكلها تعبان؟ دي كلها تعبان ومخها تعبان وهي تعبانة كلها. وأنا رأيي إنك تنام عشان تعبين. البقاء لله. أنت يا بنت نجدية كده ليه؟ ليه خليتي حمبوزي يمشي ويسيبني؟ حمبوزي مات خلاص، ما تفهمي. ايه النكد ده؟ حضرتك الاستاذ خميس السبتاوي؟ ايوه. ايه ده؟ هو مش انت؟ انا فارس اخو حمزه التوأم. انا كنت اقصد فارس على فكره. على العموم اهلا وسهلا بيك، خد راحتك اتفضل، اعتبر المكان مكانك والمكتب مكتبك. ما هو طبعا المكان مكاني، عشان كده انا قعدت من غير ما حد يقول لي اقعد. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ فارس. شوف عشان نجيب من الاخر، هتشتري نصيبهم وهتدفع الفلوس كاش هقول لك اهلا وسهلا، هتعافر وهتضايقني هقول لك اهلا وسهلا برضه، فتختار ايه من الاثنين؟ طالما اهلا وسهلا في الحالتين هختار الاجابه الثانيه، هعافر. هو انا قلت اهلا وسهلا في الحالتين؟ اه. طيب انا عايز اقول لك بس ان دول ارامل اخوك. متهيألي مش من الفتح. الله يرحمه. متهيألي مش من متهيألي مش فاتحة صغيرة جدا. آمين. اتفضل. متهيألي مش من الأصول إن يكون حمزة لسه متوفي ويجوا يطلبوا حقهم في الميراث. الحقيقة دي عندك حق، بس هنقول إيه؟ ستات بقى وعايزين حقهم ونصيبهم، ما ننساش إن دول يعني يعتبروا لحم أخوك. لحمة؟ لحمة. يعني لحم إزاي؟ أرامل أخوك، مراتات أخوك يبقوا إيه؟ لحم. لحم. قلت إيه؟ أنا لحد دلوقتي ما عنديش أي معلومة بتؤكد إن هما كانوا متجوزين حمزة، وسامحني في اللي هقوله ده. اتفضل. وإن هما يطلبوا حقهم في الميراث. أسامحك على إيه؟ جملة عادية خالص. طب معلش بقى، هل تعلم إن أخوك الله يرحمه سايب مفتاح في خزنة؟ خدها؟ اتفضل. كان سايب خزنة. آمين. هل تعلم إن أخوك الله يرحمه كان سايب مفتاح في خزنة، والخزنة دي في بنك محدش يدرى بيها إلا أنا، ولما نفتح الخزنة دي ونطلع اللي فيها يبقى مع بعض كلام تاني؟ أنا آسف مش هقدر أرد على حضرتك دلوقتي. اديني معاك. لا أقصد مش هقدر أرد على حضرتك دلوقتي غير لما أرجع للأستاذة معالي مديرة الشركة. طب ولحم أخوك؟ هو فين؟ أخوك؟ لا لحم. لحم أخوك بيتمشى بيتمشى في شركته. شكرا. لا العفو. أما فصل 18 لو ضفنا عليهم 3.5% 21.5%